ازيكم يا حلوين؟ النهاردة ان شاء الله هنرسم فتيات القوة زي ما اتفقنا. وبما ان فتيات القوة عبارة عن دوائر ومربعات، فانسيبوني اوسطن ايدي لحد ما اشوف هعمل ايه. فاول حاجة رسمت دايرة. انا هرسم اول حاجة باتر كاب، وباتر كاب وشها شوية شبه البطاطساية. وممكن اسهل حاجة لو عندكم برجل ترسموها ببرجل، لان راسها عبارة عن دايرة وعيونهم كمان دوائر، واللي جوه عيونهم النني بتاعهم عبارة عن دوائر متوازية. فاللي مش متمكن قوي يجيب برجل الموضوع هيبقى اسهل بكتير. فابتدي ارسم تاني دايرة وتالت دايرة. يلا بينا نشوف. رسمتي ايه يا موني؟ رسمتي داريا؟ وريني. هي داريا فعلا، انا قلت الدايرة مش كنافة. داريا مش كنافة، قالت داريا 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 داريا. سيبكم من موني دلوقتي، يلا بينا نكمل. انا دلوقتي برسم باتر كاب. باتر كاب على طول مكشرة، فهعمل خطين كده عكس بعض، بس خطين لحد ما قد بعض، دي حواجبها المكشرة. وبعد كده هنزل من طرف الحاجب لآخر الدايرة تحت بكيرف أو بحرف سي، هقفلها دايرة على بعضها، دي هتبقى عنيها. أنا قلتلكو إن فتيات القوة سهلة جدا زي ما انتوا شايفين كده. هنزل كده وأحاول أخلي عينيها متوازية مع الدايرة وجوه الدايرة وبس. وخلوا بالكم زي ما بقول لكم هنرسم بخط خفيف جدا علشان هنمسح وهنتلخبط ساعات، وممكن الدوائر ما تطلعش مظبوطه. فعشان رسمتي تبقى دايما نظيفه لازم نرسم بسن قلم رفيع. وهاجي عند شعرها هعمل حرف 8، رقم 8، وهاخد من طرف الرقم وهطلع بيه زي مثلث زي ما انتوا شايفين كده. ده بس كده شعرها، يعني انا قلت لكم ان هم عبارة عن خطوط ودوائر ومربعات.
وهاجي عند بلوسوم نفس الكلام، احاول اوازي ووسطن الدوائر اللي جوه الدايره الكبيره اللي هي يعنيها. وانا قلت لكم الموضوع ابسط من كده، لو عندكم برجل اعملوا بالبرجل بدل ما كل شويه نمسح. انا بس بحاول اوسطن ايدي واوازي الدوائر كلها تبقى على خط واحد وجوه بعض. ونفس الدوائر اللي عملتها في بلوسوم هعملها في بابلز زي ما انتوا شايفين. هوسطن الدوائر برضو جوه عينيها وحاول اوسطن التلات دوائر جوه بعض على نفس الخط. هنا هبتدي اعمل جسمهم اللي هو عبارة عن مربع او مستطيل ومنحنيين الايد والرجل. والمفاجأة ان جوه المستطيل ده مستطيل تاني بس هيبقى بالعرض اللي هي هدومهم، وهطبق نفس الكلام على الثلاث بنات. هاجي من تحت العين هعمل منحنى صغير خالص، ده هيبقى الايد من تحت العين خالص زي ما هنشوف، والرجلين برضو منحنيين او اسطوانتين صغيرين، ونفس الكلام هطبقه على البنتين المتبقيين. حبايبي قلتلكوا فتيات القوى اسهل ما يكون، تاني هقولكوا عبارة عن دوائر ومستطيلات ومنحنيات اللي هي رجليهم وايديهم، وهتلاقوا نفسكوا رسمتوها حلو جدا مع تلوين كويس. وبس كده، انا النهاردة عملت الجزء الاول، هوريكم بس نرسمهم ازاي، وبكرة ان شاء الله نكمل الجزء التاني هنلونهم ازاي. هاجي عند شعرها هعمل خط طويل شوية طالع من الحواجب بتاعتها، هعمل مثلث وهنزل بيه على الكيرف بتاع العين، مش هدخله في العين، هخليه موازي لكيرف العين، يعني نص دايرة زي ما انتوا شايفين. نفس الخطوة دي في اليمين وفي الشمال.
نيجي للعيون، هنحاول ناخد من طرف الشعر لطرف الدايرة اللي تحت الطرف العين زي ما انتوا شايفين حرف سي معدول، والناحية اليمين هناخدها حرف سي مقلوب زي ما انتوا شايفين، وجواها هنرسم دايرة صغننة جدا جدا اللي هو النني بتاعها، وغالبا النني بتاعهم بيكون ابيض، وغالبا عندنا خطين في العين ونني، خطين موازين لبعض في العين ونني، يعني هرسم خط تاني لان كل ده بيبقى اسود وده هيبقى اخضر لون باتر كاب، والنني اللي جوه هيبقى ابيض، فاحنا عندنا خطين في العين ونني ابيض، ده في كل باقي الفتيات، وهنطبقه كل اللي انا عملته في باتر كاب هنطبقه في بلوسوم وبابلز، ويلا بينا نشوف. بلوسم عندها فيونكة كبيرة، انا هنا عملت الفيونكة ما فيهاش اي حاجة، عبارة عن منحنى وقصاده منحنى، وهنطبق باقي الخطوات زي ما انتوا شايفين. وزي ما انتوا شفتوا بابلز شعرها سهل جدا جدا، عبارة عن كيرف فوق وكيرف تحت،
نقفلهم مع بعض هيدينا شعر بابلز. انا كده طبقت الثلاث خطوات على الثلاث بنات، وعشان رسمتي تبان اكتر هبتدي احبر او الون بالقلم رصاص عادي جدا الحاجات السوداء المفروض هلونها ان شاء الله بكره باللون الاسود، فعادي جدا لو لونتها برصاص، وعادي جدا لو سبتوها كده، وعادي لو عايزين ان شاء الله تلونوها معايا بكره. فانا هبتدي بس اتقل واحبر كده بالقلم الرصاص بتاعي، هو نوع فيبر كاسل اللي بيسال عليه في اي مكتبه، ورخيص عادي جدا، قلم رصاص يا حبايبي عادي جدا. بس هبتدي اعمل كده في الثلاث بنات، وبكده هسيبكم مع التحبير واكون انا كده خلصت رسمتي. انا كده خلصت رسمتي، بقى عندنا باتر كاب وبلوسوم وبابلز، وان شاء الله بكره نلونهم مع بعض. وكمان اسيبكم ان شاء الله مع الصور اللي حبايبي رسموها وبعتوها لي، وبجد انا كل يوم ببقى فرحانه بيهم عن اليوم اللي قبله. يلا بينا نشوف. ايه ده؟ رسمتي ايه؟ وريني وريني يا اخرة صبري. انا قلت منحنيات مش مثلثات. اتفضلي مساحي يا هنم وارسمي منحنيات. بقول لك ايه، سيبيني اكمل الفيديو لاصحاب، سيبيني اكمل الفيديو. خلاص خلاص تسيبيني ورحيني. شفتي يا اصحابي رسمت بابلز بس احسن منها. ماشي ماشي، انت بترسمي احسن مني كده وكده. المهم دي كانت صور حبايبي اللي بعتوها لي على الانستجرام. ان شاء الله بكره اشوفكم في الجزء الثاني من الفيديو. استنوني، بحبكم.